تغمر الأرض بضوء الشمس كل يوم. كل يوم نقوم بفتح وغلق مصادر الضوء المختلفة بشكل تلقائي دون حتى التفكير في الأمر. لكن تخيل أنه في يوم من الأيام تقوم بإطفاء الأنوارك المعتاد وتنام لتستيقظ في عصر مختلف تماماً. دعونا نرى كيف حدث ذلك وما علاقته بالضوء. تشبه الفيزياء الكلاسيكية فيلماً يتم عرضه من البداية إلى النهاية، بينما يشبه عالم الكم القدرة على التحكم في جهاز التحكم عن بعد والتلاعب بالمشاهد التي تشاهدها، فهي رائعة وغامضة. لنفترض أن لديك مفتاح إضاءة عادي يمكن تشغيله أو إطفاؤه. هذا يشبه البت العادي في أجهزة الكمبيوتر، والذي يمكن أن يكون في إحدى الحالتين صفر أو واحد. لكن في الحواسيب الكمومية هناك نوع خاص من المفاتيح، وهو مفتاح يسمى الكيو بت. على عكس البتات العادية، يمكن للبت الكمي أن يتواجد في حالات متعددة في نفس الوقت. يمكن أن يكون صفراً وواحداً وكل ما بينهما، مثل تشغيل وإطفاء الأضواء في آن واحد. نعم، كوننا لديه بعض القواعد الغريبة. هذه الخاصية الغامضة والتي تسمى التراكب سمحت لنا بفعل شيء لا يصدق مؤخراً، وهو عكس الزمن إلى الوراء، على الأقل في تجربة صغيرة بأجهزة الكمبيوتر الكمومية. إنه خريف عام 2022، قررت مجموعتان من العلماء، واحدة من أوكسفورد والأخرى من فيينا، إجراء تجربة غريبة. لقد تلاعبوا بكمبيوتر كمي لصنع برنامج يعكس الزمن. لقد أخذوا إلكتروناً صغيراً وحاولوا جعله يعود بالزمن إلى الوراء لمدة جزء من الثانية فقط. هذا بمثابة كسر مثلث كرة البلياردو، حيث تنتقل الكرات من النظام إلى الفوضى ثم تنعكس بطريقة سحرية. لكن لا تتحمس كثيراً للسفر عبر الزمن. لسوء الحظ لسنا متأكدين مما إذا كان من الممكن إعادة إنشائه في الحياة الواقعية. قام العلماء بتحليل بعض الأرقام واكتشفوا أنه إذا راقبنا 10 مليارات إلكترون متموضع كل ثانية طوال عمر الكون بأكمله، فسنرى شيئاً كهذا يحدث مرة واحدة فقط، ولن يستغرق الأمر سوى جزء صغير من الثانية للرجوع بالإلكترون. لذا فهم لم يخترعوا آلة الزمن، بل تمكنوا فقط من إنشاء هذه المحاكاة في أجهزة الكمبيوتر الكمومية. هناك مشكلة أخرى أيضاً، فكلما كانت المحاكاة أكبر أصبحت أكثر تعقيداً وأقل دقة. في تجربتنا استخدمنا كيوبيتاً واحداً فقط، وتمكننا من عكس الزمن. في إعداد ثنائي الكيوبيت لم يتمكن العلماء من عكس الوقت إلا في 85% من الحالات، وفي إعداد ثلاثي الكيوبيت انخفضت النسبة إلى 50% مع المزيد من الأخطاء. إذا واصلنا إضافة المزيد من الكيوبيتات فلنكون قادرين على تحقيق ذلك على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك يعتمد النجاح على كمية المعلومات التي يمكن للنظام تخزينها. على سبيل المثال، قد يكون نقل شخص ما آنياً أمراً مستحيلاً تقريباً، لأن البشر لديهم الكثير من المعلومات بداخلهم. لذا لسوء الحظ لا توجد آلات زمن حتى الآن، ولكن هناك بعض الاستخدامات المحتملة لهذا الاكتشاف. يمكن أن يساعد عكس حالات الكيوبيت في المعالج الكمي في تصحيح الأخطاء أثناء التطوير. يشبه هذا إلى حد ما الضغط على زري Ctrl Z في الحياة الواقعية. لذلك كانت هذه خطوة صغيرة نحو اكتشافات أكثر إثارة في المستقبل. على سبيل المثال، اكتشف العلماء مؤخرا شيئا صغيرا جنونيا آخر، وهو إعادة الضوء نفسه بالزمن إلى الوراء. الضوء ليس مجرد نور، بل لديه قوى خارقة لا يمكننا حتى أن نتخيلها. اعتقد اليونانيون القدماء أن أعيننا تبث أشعة رؤية، وقد أثبت السير إسحاق نيوتن خطأهم بعد مئات السنين عندما أجرى تجاربه مع المنشور. قام المنشور بتقسيم الضوء الأبيض النقي إلى لوحة جميلة، وهكذا اكتشفنا أن الضوء يتكون في الواقع من آلاف الألوان المختلفة. وبعد سنوات عديدة اكتشف العلماء المزيد، وهو أن الضوء عبارة عن موجة. وحتى في وقت لاحق في القرن العشرين اكتشفنا المفارقة الأخيرة، وهي أن هناك موجة وجسيما معا، وجود مزدوج في فوتون واحد. وكلما تعلمنا أكثر عن الضوء كلما اكتشفنا المزيد من الأشياء الجنونية. وفي عام 2016 تمكن العلماء من تجميد الضوء زمنياً. لقد وضعوا الفوتونات أصغر جزيئات الضوء في السحب الذرية شديدة البرودة، وهكذا تمكنوا من إيقافه مرة أخرى للحظة واحدة فقط. ولكن حقيقة أن ذلك ممكن بالفعل أمر مذهل. وبعد ذلك أصبح العلماء أكثر جرأة وقرروا أن يحاولوا ليس فقط تجميد الضوء، ولكن أيضاً تحريك اتجاهه في الزمن.
لقد أخذوا بلورة مخصصة ومرروا فوتونا من خلالها، وبالتالي بدأوا ما يسمى بانعكاس الزمن الكمي، ونتيجة لذلك بدأ الفوتون يتحرك نحو المستقبل والماضي في نفس الوقت. يتضمن السحر العلمي وراء ذلك مبدأين كميين، التراكب والتناظر الكمي. لقد تحدثنا عن الأول بالفعل، فهو يسمح للجسيمات الصغيرة بالتواجد في حالات متعددة في آن واحد. الآن المبدأ الثاني يقول إنه حتى لو قمت بقلب الجزيئات مثل المرآة، فإنها ستظل تتبع نفس القوانين. وبجمع المبدأين معا صنع العلماء فوتونا يتحدى التقدم المعتاد للزمن. ولكن مرة أخرى لا يوجد شيء رائع حتى الآن. هذه المرة يعمل عكس الزمن فقط مع جزيئات معينة وليس مع الجسد البشري بالكامل. وحتى لو نجح الأمر بالنسبة لنا، فإن إعادة شخص ما بالزمن ولو لثانية واحدة سيستغرق وقتا طويلا للغاية والكثير من الطاقة. لكن حقيقة أننا نستطيع تغيير سرعة الضوء وجعله يغير اتجاهاته هي أمر مذهل بالفعل. ويرى العلماء بالفعل بعض التطبيقات المحتملة لذلك. على سبيل المثال، يقترح باحثون من جامعة هارفارد طريقة رائعة للمركبات الفضائية للانطلاق عبر الفضاء بسرعة الضوء، وذلك من خلال ركوب المستعرات العظمى. عادة ما يتطلب السفر إلى النجوم الأخرى قدرا هائلا من الطاقة، لكن هؤلاء العلماء لديهم فكرة غريبة، فهم يرون أن السفن الفضائية يمكنها استخدام الأحداث الطبيعية مثل النجوم فائقة السرعة والنيازك التي تنطلق من المستعرات العظمى للوصول إلى سرعات فائقة السرعة. إنه يشبه إلى حد ما كيفية اصطياد السفن الشراعية للرياح. يمكن للحضارات المتقدمة استخدام رشقات الطاقة هذه لتسريع مركباتها الفضائية. تخيل سفينة فضائية رائعة بأشرعة شمسية أو مغناطيسية تستغل قوة انفجار مستعر أعظم. يمكن لهذه الأشرعة استخدام ضغط إشعاع الشمس للعمل، بحيث لا نحتاج إلى أي محركات أو وقود تقليدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مفاهيم الإبحار هذه أخف بكثير وأرخص في إطلاقها إلى الفضاء مقارنة بالمركبات الفضائية العادية. ويعمل الفريق بالفعل على شراع ضوئي تم تسريعه بواسطة أشعة الليزر ليصل إلى 20% من سرعة الضوء. قد لا يبدو الأمر كثيرا، لكنه في الواقع سرعة جنونية. حلمهم هو مساعدة البشرية على القيام برحلة سريعة إلى ألفا سنتوري في عقدين فقط. أليس من المدهش عدد الأشياء التي يمكننا القيام بها بالضوء؟ وليس فقط في مخيلتنا، فلننتقل إلى المزيد من الإنجازات العلمية. في الآونة الأخيرة قامت شركة تمويه كندية تدعى هايبر ستيلث بايوتكنولوجي كوربوريشن بصناعة عباءة إخفاء فعلية. العباءة السحرية لا تحتاج إلى أي مصدر للطاقة، فهي رقيقة مثل الورق ولن تكلفك الكثير. نتصور شركة هايبر ستيلث عالما يمكن فيه لهذه المادة إخفاء الأشخاص والمركبات والسفن والمركبات الفضائية وحتى مبان بأكملها. لا يزال هذا في مرحلة النموذج الأولي، لكنه يسير بشكل جيد بالفعل. أطلقت الشركة على هذه التكنولوجيا المذهلة اسم التسلل الكمي. إنها تحني الضوء بطريقة يمكن أن تجعل الأشياء تختفي عن الأنظار. يمكنها جعل الأشياء غير مرئية تقريبا، ليس فقط في الطيف المرئي، ولكن أيضا في الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، كما أنها تحجب الطيف الحراري. تعمل هذه التقنية بفضل العدسة العدسية، وهي عبارة عن لوح مموج ذو عدسات منحنية إلى الخارج. عند وضعها معا بطريقة معينة، تكسر هذه العدسات الضوء بزوايا مختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء بقع تحجب الضوء وتخفي الجسم خلف المادة. لسوء الحظ، لا يمنحك هذا تأثير الاختفاء الكامل، ولكن ربما سنحقق ذلك يوما ما، إذا وصلنا العمل عليه. إذا اختبأت خلفه فسيبدو وكأنه زجاج متسخ أو غير واضح قليلا، لكنك لن تكون مرئيا. إذا وضعت هذا الحاجز أمام جسدك ستبدو كالرأس العائم. التقدم العلمي مستمر. ربما في يوم من الأيام سنكون قادرين على عكس الزمن، ليس فقط بالنسبة لجزيئات الضوء الصغيرة، ولكن بالنسبة لأجساد البشر بأكملها. حتى ذلك الحين دعونا نستمتع بعباءات الاختفاء ولا نتوقف عن الفضول.